كابتن خالد الغندور، انا عايز مستند رسمي يطلع من الاتحاد الافريقي يقول ان هو اعتمدوا هذا النظام، لان هو الراجل معاه حق. احنا مش هناخد باللي يتقال في الاهرام، مع كل الاحترام والتقدير للاهرام ولكل الصحف، لكن الراجل معاه حق، كل الحق. مش هناخد كلام فيما يخص حقيقه تاريخيه، لقب تاريخي مهم جدا عن 100 سنه ما ينفعش يتاخد من الجرايد. هو شايف ان احنا بنتكلم بما نشر في الجرايد، وشايف انه ده ظلم وده تزوير للحقيقه. انا موافق، موافقه انه لا يمكن في حاجه مهمه زي ديت نعتد فقط ونحتكم لما نشر في الجرايد. ما نشر من الاتحاد الافريقي نفسه هو اللي يصدق، مش احنا اللي هنقول. لا، الناقد الرياضي العزيز الاستاذ محمد شبانه، وهو راجل بالمناسبه زملكاوي مش اهلاوي، تعرض لهذه القضيه من قبل 2009 وقدم مستنداته من الاتحاد الافريقي. والنهارده في الاذاعه شبانه اضطر ان هو يرد على كل اكاذيب على السيسي بنفس المستندات اللي عرضها صوت وصوره في 2009 من الاتحاد الافريقي، اللي خالد الغندور عايز المستند بتاعه يا ريت يتفرج عليه. اللي قدام حضراتكم الصوره دي هي نشره الاتحاد الافريقي لكره القدم في يناير عام 94. ده الكفر بتاعها. هذه النشره كانت اصدرت على هامش بطوله الامم الافريقيه سنه 94 بتونس. دي النشره اللي هي الدوره 19 لكاس افريقيا للامم تونس من 25 مارس الى 10 ابريل. شفت حضراتكم النشره دي؟ قدام حضراتكم ادي الكفر بتاعها، قدام حضراتكم واضح وصريح وما فيهوش كلام. وقتها بقول لحضراتكم الدكتور فيكن قال انا ما اعرفش حاجه عن القصه دي، وما اعرفش حاجه اسمها تصنيف الوقت ده، لدرجه ان حد قال له ده الاهرام كاتب الكلام ده، فاتقال ماليش دعوه بالاهرام. وقتها كانت جريده الاهرام الحقيقه كاتبه ان الاتحاد الافريقي قرر يعمل تصنيف معين بارقام معينه وبشكل معين عشان يحدد مين نادي القرن ومين منتخب القرن، تصنيف سنوي يعني، او عشان يحدد مين هيبقى نادي القرن او مين هيبقى افضل انديه في تاريخ الاتحاد الافريقي وافضل منتخبات. الدكتور فيكن قال برضه انا مش فاكر الكلام ده. تاني ورقه في النشره هطلعها لحضراتكم دلوقتي بتتضمن اسم الدكتور فيكن جزميجيان بتاريخ يناير سنه 94. ادي الورقه قدام حضراتكم. الاتحاد الافريقي قال جوه النشره ادى فكره عن التصنيف وطريقه التصنيف وكيف يتم التصنيف للمنتخبات وللانديه. للمنتخبات وللانديه. بصوا حضراتكم بقى المنتخبات، المفاجاه ان كان المنتخب المصري في المركز الاول برصيد 85 نقطه. كان المنتخب الكاميروني متساوي، يا ريت تطلعوا لنا بالورقه الثالثه دي بالظبط اللي فيها، دي اللي فيها المنتخبات اهي، دي اللي فيها المنتخبات. ايجيبت منتخب مصر قدام حضراتكم 85 نقطة، البي تي اس دي اللي هو بوينتس يعني. بعد كده الكاميرون ونيجيريا 61 نقطة بيتساووا في المركز الثاني. ده تصنيف سنة 94 طبقا للأسس اللي حطها الاتحاد الافريقي واللي اتجمعت خرجت في نشرة الاتحاد الافريقي سنة 94 للمنتخبات. انتهى القرن الكاميرون هي الأول، عشان برضو البعض اللي قال لك طب هما جاملوا مصر في الأهلي وجاملوا الكاميرون عشان عيسى حياته، جاملوا حسن مصطفى ادوا الاهلي وفي المقابل جاملوا عيسى حياته فادوا له الكاميرون. لا، سنه 94 لما طلع طريقه التصنيف بالنقط، يعني اللي يخش دور 8 ياخد كام، اللي يخش النهائي ياخد كام، اللي يخش قبل النهائي ياخد كام، اللي ياخد البطوله ياخد كام، كذا 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 كذا، اسفرت ان الكاميرون اساسا في المركز الثاني، وبينها وبين مصر يعني من 85 نقطه ل 61 نقطه كان فرق 24 نقطه. استمرت البطولات الافريقيه 94 96 98 2000 فتصدر الكاميرون الصداره وحصل على لقب منتخب القاره. نروح بقى لتصنيف الانديه، هو الاهم واللي بنتكلم عنه، ومن نشره الاتحاد الافريقي اللي نقلت عنها الاهرام ما نشر في ذلك الوقت في سنه 94. نشره الاتحاد الافريقي قالت بقى بالنسبه للانديه
اللي في افريقيا وترتيبها طبقا للطريقه احتساب النقاط في التصنيف الافريقي. الاول قبل ما اقول لكم عايز اقول لكم طريقه احتساب النقاط. طريقه احتساب النقاط قالت الطريقه اللي عملها الاتحاد الافريقي بتقول يتم احتساب النقاط وفقا للقواعد التاليه التي وضعها الاتحاد الافريقي لكره القدم. اولا بالنسبه لبطوله افريقيا ابطال الدوري وبطوله افريقيا ابطال الكؤوس. اربع النسخه القديمه اربع نقاط لحامل اللقب، ثلاث نقاط للوصيف، نقطتين للنادي البالغ دور قبل النهائي، نقطه واحده لكل نادي يصل الى دور الثمانيه. بعد تعديل النظام البطوله لدوري ابطال افريقيا منذ عام 97 خمس نقاط للبطل، اربع نقاط للوصيف، ثلاث نقاط لصاحبي المركز الثاني في دوري المجموعات اللي هم البالغين للدور قبل النهائي يعني، نقطتين لصاحبي المركز الثالث في دوري المجموعات، نقطه واحده لصاحبي المركز الرابع في دوري المجموعات، وتضاف نقطه لحامل لقب كاس السوبر الافريقي بين بطل دوري ابطال افريقيا وكاس الاتحاد الافريقي لا الكونفدراليه بعد كده، ثم اضافت نقطتين لمن يتاهل الى نهائي كاس العالم اللي انطلقت سنه 8 كاس العالم للانديه طبعا اللي انطلقت سنه 98 وتوقفت قبل ان تخرج للنور سنه 2005. نشوف بقى يطلعوا لنا بالورقه يطلعوا لنا اطلع بالمستند الرابع. دي الانديه اللي حطها الاتحاد الافريقي في النشره بتاعته في مطلع سنه 94 طبقا للتصنيف اللي حطه ايضا في نفس النشره. بصوا حضراتكم ترتيب الانديه كان ازاي بالارقام والنقاط. نمبر 1 اللي هو نمره 1 ناسيونال اللي هو النادي الاهلي. الاهلي ترجمتها ناسيونال يعني بالفرنسي. بتقول ايه؟ الاهلي ايجيبت 134 نقطه. المفاجأة إن الزمالك مش في المركز الثاني. يعني المفاجأة إن الزمالك سنة 94 ما كانش في المركز الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس، بل كان في المركز السادس في ذلك الوقت. أعتقد الكابتن خالد الغندور سمع من الصديق محمد شبانة ما يكفي فيما يخص الورق الرسمي اللي صدر على الاتحاد الأفريقي. هو خالد قال أنا عايز ما نعتمدش على الجرايد ونعتمد على ورق رسمي صدر من الاتحاد الافريقي. الكاف نيوز دي النشره الرسميه من الاتحاد الافريقي اللي بيطلعها متضمنه كل قراراته وكل الانظمه اللي بيطلعها قبل البطولات وبعد كل الاجتماعات، بيطلع نشره اخبار الاتحاد الافريقي الكاف نيوز. فهي اللي الزميل محمد شبانه عرضها في 2009 بيرد بيها عن كل هذه القضيه المثاره. ووقتها لما اتقال ان الدكتور فيكينج ازمجيان نسبوا ليه كلام انه قال ان انا ما كنتش اعرف عن اللي تم وما كنتش مشارك فيه، فشبانة طلع له قال له ادي امضتك، انت اللي ماضي في النشره وانت اللي حاضر الاجتماع. دي مساله واضحه وضوح العيان. فهذه جزئيه وهو قال معانا كده في ملك الكابتن. اتمنى انها تكون وضحت تماما. لا في لكن جزئيه المنتخبات ايوه دي اللي واحدة من الأباطيل اللي نسبوها للاتحاد الأفريقي، أنه في مقابل أنه يتم مجاملة الأهلي ياخد نادي القرن يجاملوا عيسى حياته ويدوا الكاميرون منتخب القرن. ده ما أعلن في 2000 أو مع نهاية القرن. طيب اللي قاله صديقنا محمد شبانة بالغ الأهمية والرد على ده مسبقا، أنه وقت ما وضعت هذه المعايير في وأعلنت رسميا في نشرة الكاف في 94 كانت مصر هي منتخب القرن أو منتخب مصر هو المنتخب الأول. نقطة كان عنده 75 نقطة متقدم متساوي مع نيجيريا حتى والكاميرون الثالث. لكن اللي حصل إيه؟ من 94 لغاية نهاية القرن النقاط اللي الاتحاد الأفريقي بيديها للمنتخبات اللي بيشارك في كأس العالم، اللي بيتأهل للدور الثاني في كأس العالم، اللي بيشارك في كأس الأمم، اللي بيتخطى أدوار في كأس الأمم بياخد درجات، وفقا للنقاط والمعايير اللي نفس الاتحاد الأفريقي خصصها للمنتخبات. زي ما قفزت بالكاميرون خلته يبقى المركز الأول على حساب مصر، ما كانش عيسى حياته صاحب قصر الجنة يعلم الغيب انه منتخب بلاده في الست سنين اللي جاية. مش عيب ان احنا نقول على واحد خد رشوة هيعمل كل ده ويدافع عن نفسه. أنا بس هتوقف عن كلمة، ليه بسألك كام نقطة في المنتخبات؟ ما سجلتهاش ورايا على 75 نقطة هو قال.
75 لكام؟ في فرق حاجه 85 مصر و61 الكاميرون. 61 كاميرون يعني حاجه 26 نقطه. كلمه نقطه يعني ايه؟ يعني كان الحساب بالنقاط ولا بالالقاب؟ نقاط بالنقاط بس خلصت يعني. هو لما حسب المنتخبات كمان وحط مصر قبل الكاميرون كان الحساب بايه؟ نقطه. كلمه أيوه. نقطه اذا بالنقاط ايوه. ولما حط النادي الاهلي سنه 94 قال بايه؟ بالنقاط. قال بالنقاط ما قالش بالالقاب. الاكثر تتويجا ده موضوع تاني اتحسب بالالقاب اللي انت حصلت عليها. هو راح كاس العالم عمل نتائج كويسه. مش انت خدت كاس الامم؟ كاس الامم كاس العالم يعني. انت ما رحتش مصر انت من بعدها ما رحتش. انت بتتكلم عن المنتخبات. انا بتكلم على كلمه يا جماعه هي كلمه نقاط حلت الموضوع. الحساب هنا وهنا بالنقاط. انتوا عايزين تحطوا نظام بعد الليله ما ظهرت يسمح لكم انكم تاخدوا البطوله اعملوه بينكم وبين بعض بس خلاص واحتفلوا بيه كمان. بس ما تتكلموش في الجهات الرسميه وما تلوثوش سمعه الناس. كفايه بقى كلام في اعراض الناس لان الموضوع زاد عن حده. زاد عن حده. الناس عماله يا استاذ ابراهيم دلوقتي ترتع في ذمم الناس وفي اخلاق الناس وطالما ما حدش بيرد اتمادى. يعني احنا هنفضل طول النهار نرفع قضايا؟ يعني ايه المطلوب يعني؟ يعني هل احنا دورنا في الرياضه ان احنا نعمل كده؟ هو الاستاذ شبانه ده ما هو زملكاوي صحيح لكن احترم مهنته واحترم وقلمه واحترم معلوماته واحترم مسؤوليته. يجي واحد تاني مشجع اعلامي بدرجه مشجع مش عايز المعايير دي كلها، عايز ياخدك في سكه تانية خالص. وخد بقى الشتيمه اللي هنتشتمها بعديها نتيجه ان انت بتكشف الناس دي او بت 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 بتطلع الحقيقه الدامغه. بتنتظر ايه يعني؟ انت يا حبيبي عايز تقول انا الاكثر تتويجا ريح نفسك وقولها. لكن انت مش بطل قرن. انت مش نادي قرن. لان لو الاهلي كان حاططها في دماغه والله العظيم ثلاثة ما كان هيبقى فيه منافسة. طبعا. على فكرة الزمالك